اهلا بكم مشاهير ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، من جد التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط. اليوم الجمعه بنقل لحضراتكم صوره عن حاله الطقس اليوم في مدن محافظه دمياط. زي ما حضراتكم متابعين معانا، يمكن يعني الاجواء اليوم الجمعه اجواء مشمسه، جو معتدل بشكل كبير، يعني درجه الحراره مستقره منذ عده ايام، واليوم ايضا درجه الحراره مستقره بشكل كبير، والاجواء اجواء مشمسه منذ صباح اليوم. هذه الاجواء تهيئ الفرصه لخروج الناس والتنزه والاستمتاع باول ايام اجازه نصف العام الدراسي. يعني تحسن حاله الطقس في كافه مدن المحافظه منذ صباح اليوم بيهيئ فرصه كبيره للخروج والفسحه تواكبا مع اول ايام اجازه نصف العام الدراسي. يمكن احنا بقالنا مده، يمكن درجات الحراره منتظمه ومعتدله جدا في كافه انحاء مدن محافظه دمياط. كمان عندنا يعني اجواء مشمسه وجو طبيعي وجو مستقر بشكل كبير. يمكن هذه الاجواء هيئت الفرصه على مدار الايام الماضيه لاستئناف اعمال التجاره والصناعه والاعمال اليدويه واعمال يعني صيد الاسماك في بحيره المنزله وفي بوغاز عزبه البرج. يمكن استقرار حاله الطقس هيئت الفرصه لخروج مراكب الصيد في بوغاز عزبه البرج وايضا في بحيره المنزله للصيد والابحار في عرض البحر. كمان عندنا يعني استقرار كبير في حركه الشحن والتفريغ بميناء دمياط، استئناف كافه الاعمال على مدار الساعه بميناء دمياط على مدار الايام الماضيه.